هذا طبعا عملية الإنزال بدأت. اللي حاصل هنا الكيف اللي بحنا ينزل فيه عوامات، هذه عبارة عن علامات على سيستم المنبوح الشاطئ إن شاء الله حلاحظة. هذه العوامات تدل الجميع إن الكيبل بدأ إنزاله في موقع بالضبط. إذا وصل الكيبل الشط كما شفنا في الفيلم قبل ذلك حيتمسح لها الكيبل، وإذا وصلت إلى الكيبل وسحبتها الجرافة أو الشيء اللي نقول العامية حيخلوا فيه حوالي 25 متر على الشاطئ زيادة عن المحتاجينه. ثم يقوم الغواصين بعملية سحب العوامات ليغوص الكيبل إلى قاع البحر بإذن الله. فبإذن الله إحنا على ما نخلص من هنا ونوصل هناك حيكون تم سحب كل الكيبل، وإحنا نلاحظ باقي العملية. اسمحوا لي الآن أن أدعو سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الإسراء السعودية دكتور عبد الله عبد القادر، سعادة الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية.